مهرجان الحمامات الدولي في دورته 55 يقدم حكاية غريبة ومعقدة، كل شخصية وسرارها. مسرحية مدام أم، سينوغرافيا وإخراج آسيا جعايدي، في سهرة السبت 13 جويلية 2019 على الساعة 10 ليلاً بمسرح الهواء الطلق بالحمامات. وهذه عائلة مدام ملكة، شهيرة مدام أم. تباع التذاكر في المركز الثقافي الدولي في الحمامات، مكتبة النعيم نابل، دار الثقافة ابن رشيق تونس. للاطلاع على البرمجة وحجز التذاكر festivaldohammamet.com. مهرجان الحمامات الدولي، عيش المحبة، نفس الفن.